بالعودة إلى زيارة رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي إلى القاهرة ولقائه بالرئيس السيسي، ينضم إلينا من هناك مراسلنا سمير عمر. إذن سمير، زيارة مهمة ورسائل أهم من الرئيس المصري حول التدخلات الخارجية في العراق والانتخابات، ماذا في كواليس هذه الزيارة؟ يعني يوسف، الرسائل الأهم في هذه الزيارة وفي استقبال الرئيس السيسي لرئيس مجلس النواب العراقي هو التأكيد على دعم مصر لمسيرة التحديث والتطوير والتنمية في العراق، سواء كان ذلك عبر التعاون الثنائي القاهرة بغداد أو التعاون الثلاثي القاهرة بغداد الأردن. من هذا المنطلق يوسف، انتهز الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الفرصة لإعادة التأكيد على موقف مصر الثابت الذي تراه القاهرة ضرورة لاستكمال العراق لكامل لياقته واستعادة كامل دوره في محيطه العربي والإقليمي. من هنا تأتي رسالة السيسي للتأكيد على أهمية استكمال الانتخابات المقررة في العراق، وأيضا رفض كل أشكال التدخل في شؤون العراق الداخلية تحت أي مسمى. حسب بيان الرئاسة المصرية هو عدم التدخل غير المشروط في شؤون العراق الداخلية، وأيضا التأكيد على أهمية أن تلتزم دول الجوار بقواعد القانون الدولي الحاكمة للعلاقات بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. الأمر الثالث هو التأكيد على أن مصر تضع كامل تجربتها التنموية في خدمة العراق والشعب العراقي حتى يمكن تجاوز هذه المرحلة من تاريخ العراق وإعادة نهضة العراق مرة أخرى وتأثيرها في محيطها العربي والإقليمي. دون شك استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس للحلبوسي وأيضا هذه الزيارة المهمة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى البرلماني والشعبي ترسل رسائل مفادها أن العلاقة بين القاهرة وبغداد في تقدم وازدهار دائم، وأن أيضا التحرك الثلاثي الذي هو أساسه العراق ومصر والأردن سيشهد مزيدا من التطوير والتفعيل والتعزيز في المرحلة المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من القاهرة سمير عمر.